حنايا جينا هنايا كنغطيو هاد عاملين هاد التغطيه مع الاساتذه، حنا بيدنا يدنا معاهم ان شاء الله يا ربي حتى يحققوا المطالب ديالهم. حنا ما كنرضاوش الاهانه للاستاذ، لان الاستاذ هو اللي منه خرج طبيب، خرج القاضي، وهذا الوزير هذا نيت اللي جالس هو بيدو راه عند المعلم، زعما هادشي راه عيب وعرف حق الاساتذه وحق المعلمين. الله يا ودي الصوت باقي ما تسمع، هذه سنين الاساتذه كيصعدوا هادشي، علاش غيجبروهم على هادشي هذا، على هاد الاضرابات؟ حشومه وعيب وعار. حنا وليداتنا جالسين في الدار، شنو غنعملوا بوليداتنا جالسين في الدار؟ شنو غيطلعوا العيال الاميين؟ هادشي عيب وعار، حشومه. بن موسى كيشوف هادشي هذا، الوزاره كتشوف، الحكومه كتشوف، حشومه وعيب وعار هادشي هذا. ما نرضاوش حنا الاهانه حتى شي واحد، حنا هنا واقفين كنطلبوا بالكرامه ديال الاستاذ، والكرامه ديال الاستاذ من الكرامه ديالنا. حنا جينا لهاد الوقفه هادي يعني تبعنا البيان، يعني البيان الوطني للتنسيقيه الموحده لهيئه تدريس واطر الدعم، جينا كنددوا بهذا النظام الجديد وكنطالبوا يعني بالاسقاط ديالو، ومع اشراك يعني الممثلين الشرعيين هي التنسيقيات يعني في صياغه هذا النظام الاساسي، لان هذا النظام الاساسي كما تعلمون يعني جا بشي تراجعات يعني خطيره يعني المحور العمليه التعليميه اللي هو الاستاذ هم مشاتو، ما كاين لا تحفيزات، ما وكاين واحد صفحه ونص تقريبا ديال العقوبات، يعني بحال الاستاذ يعني بحال الاستاذ يعني اعتبروه بحال كمجرم، بينما انه النهوض ديال اي نظام التربيه والتعليم لا بد ان ينطلق من الاستاذ، ولا بد ان يكون الاستاذ محورا له لتنهض الامه. لا يعقل بانه الساعات التضامنيه او الساعات يعني في هذا النظام الاساسي لم تحدد، خلوها مفتوحه، مع انه الاستاذ مثلا التعليم الابتدائي كيشتغل 30 ساعه كيشتغل في يعني في الاخر، يعني كانت عنده 24 ساعه في النظام يعني القديم، وزادوا 6 ساعات تضامنيه. وهذا النظام الاساسي افتح هذه الساعات يعني ساعات العمل، افتحها يعني تقدر تخدم في الاداره، تقدر تخدم مثلا في التعليم الاولي، يعني تقدر تخدم حتى في النيابه، الا كان يعني تخدم في اي حاجه كيحتاجوك ليها كتخدم، بينما لم ياتي ولا بتحفيز حفز الفئات الاخرى، بينما الاستاذ اللي هو محور الاساتذه او محور العمليه التعليميه لم يتلقى ولا اي تحفيز، يعني ولا اي تحفيز لا مادي ولا معنوي، ويحط كذلك قلنا من كرامه الاستاذ. لذلك نطالب يعني الوزاره الوصيه يعني باش تحب هذا النظام هذا وتعيد النظر فيه، يعني باش تضمن الحقوق يعني للاستاذ، لانه هناك فئات متعدده يعني في الاسره التعليميه، يعني كالاسد المفرن من التعاقد، الزنزانة 10، خارج السلم، يعني لم تحل ملفاتهم، الملفات بقت عالقه ولم يحل منها ولو ملف واحد. كاين ملف ديال خارج السلم، هذا واخا عطاوه في 2024، ولكن يعني التنسيقيه تطالب الاثر الرجعي وتفعيل الاتفاق ديال 2011. والمهم يعني من هذا المنبر هذا كنطالبوا الوزاره الوصيه باش تسمع الاستاذ، ولا تقدم ولا ترقيه الا يعني باستحضار الاستاذ اللي هو محور العمليه التعليميه. وشكرا، وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.